ردت المحكمة الخاصة بلبنان الاستقالة المفاجئة لرئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي من منصبه إلى أسباب صحية، وأعلنت عن تعيين القاضي ديفيد باراغواناث رئيسا جديدا بالإجماع، وذلك بناء لاقتراح تقدم به كل من كاسيزي ونائب الرئيس القاضي رالف رياشي. الحاجة اللي احنا عاوزين نوضحها إن القاضي كاسيزي استقال كرئيس المحكمة فقط، بس كقاضي في غرفة الاستئناف هو لسه موجود في المحكمة. ولكن ذكرت بالبيان أنه الاستقالة كانت لأسباب صحية، كيف تكون الأسباب الصحية كقاضي رئيس للمحكمة ولا تنسحب على أنه يمارس مهامه كقاضي في غرفة الاستئناف بالمحكمة؟ تمام، ده سؤال كويس جدا. هو طبعا كرئيس المحكمة لي علاقات يعملها أكتر، طبعا أكتر من القضاء. هو عمله مع المحكمة على الادمينستريشن حاجات هكذا، طبعا الحاجات دي هو شاف أول ما عرف إن هو عنده إن صحته مش هتسمح له إن هو يكمل كرئيس المحكمة، قال طبعا عشان يقدر يعمل عمله كقاضي إن هو يستقيل كرئيس المحكمة عشان صحته فقط. لماذا لم نسمع بهذا الأمر من قبل؟ طبعا من غير ما أدخل في معلومات تخص هو شخصيا، هو طبعا هذا الموضوع يعني موجود من مدة، هو يعني مش موضوع فجأة، يمكن فجأة للعالم اللبناني. سيد يوسف، هل لاستقالة القاضي كاسيزي أي علاقة بالاتهامات اللي كان وجهها الأمين العام لحزب الله في مؤتمر صحفي سابق؟ لا، طبعا لها علاقة بأي طريقة. القاضي كاسيزي استقال كرئيس المحكمة لأسباب صحية فقط. وكانت المحكمة الدولية أصدرت بيانا ذكرت فيه أن القاضي كاسيزي سيواصل عمله في المحكمة كقاض في غرفة الاستئناف، وهو أعرب عن صعوبة اتخاذ قرار تنحيه، لكنه أكد أنه اتخذ القرار الصائب الذي يصب في مصلحة المحكمة، وعزى كاسيزي قرار تنحيه عن منصبه إلى عدم قدرته على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقها والوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس. من جهته أكد الرئيس الجديد للمحكمة القاضي ديفيد باراغواناث مواصلة الاسترشاد بحكمة سلفه وخبرته، ووعد بأن يكون قاضيا للشعب اللبناني برمته، ونقل بيان المحكمة عنه تأكيده أن اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة يقتضي الالتزام الصارم بسيادة القانون، معتبرا أنه من حق الشعب اللبناني أن تطبق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف ومن دون انحياز أو سوء نية. يذكر أن القاضي باراغواناث صاحب خبرة تناهز 50 عاما، وهو عمل كمحامي دفاع وادعاء، وقد تولى منصب قاض في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، حيث ترأس كذلك لجنة القانون.